أول مرحلة كانت 34 مبنى، وكان عندنا مرحلتين الثانية والثالثة اللي هي 56 مبنى، فوجه سمو سيدي بدمجها في مرحلة واحدة، وأيضا بمكرمة ملكية من سموه، وتم العمل فيها بموجب هذا الكلام. مبادرة تدعيم وإنقاذ المباني التراثية في منطقة جدة التاريخية تشمل مكرمة سمو سيدي ولي العهد لتدعيم وإنقاذ المباني التراثية، وهذا ينم عن حرصه على تراث المملكة، وتم الدعم السخي للمنطقة بحوالي مبلغ 50 مليون ريال، واستهدفنا 56 مبنى تراثي للتدعيم والإنقاذ، والأهم والمباني يعني أغلبها ذات تراث وتاريخ وعناصر معمارية عالية. وبشكل عام نحن في المنطقة عندنا 650 مبنى تراثي بنشتغل عليها على مرحلتين، المرحلة الأولى هي التدعيم والإنقاذ، والمرحلة الثانية اللي هي تطوير أو إعادة إحياء هذه المباني التراثية. المنتج النهائي ل 650 مبنى مفروض نحن نشتغل على ترميم وإعادة إحياء هذه المباني ال 650، بس في عندنا بعض الحالات المباني بتكون خطرة، فبيكون فيها تدخل على مسار التدعيم والإنقاذ، بتكون مباني آيلة للسقوط، ففي فريق عمل من استشاري ومقاول بيشتغل على مراحل التدعيم والإنقاذ، وهي هدفها تأمين المباني إنشائيا لحين ما نخش نحن في عملية تطوير هذه المباني وإعادة استخدامها. وبشكل عام يعني عمل التدعيم والإنقاذ، نحن برنامج جدة التاريخية لما بدأنا العمل في 2019 كان من أهم المشاريع البروجرامز اللي اشتغلنا عليها هو تدعيم وإنقاذ المباني التراثية. لما نرجع خطوة للوراء قبل إنشاء البرنامج كان عندنا حوالي الأفريج 5 مباني يعني بتنحرك سنوياً أو بتطيح في المنطقة، فأول ما جينا كان أهم المشاريع اللي نشتغل عليه هو التدعيم والإنقاذ، فبدأنا فعلياً في مرحلة أولى لتدعيم وإنقاذ 34 مبنى تراثي، والمرحلة الثانية والثالثة شملت دعم سمو سيدي ل 56 مبنى تراثي اللي تم الحمد لله استلامها، وبعد كده إن شاء الله هذه المباني حيتم ترميمها وتأهيلها وإعادة إحيائها. من أهم التحديات اللي واجهتنا حقيقة واللي تواجهنا دائما كانت في المباني التراثية هو تحديين مين لي، وجود الكوادر من استشاريين ومقاولين ومشغلين في فترة لاحقة، وبرضو طبيعة العمل في المباني التراثية. حبدأ لك في موضوع طبيعة العمل في المباني التراثية. يعني عادة أي مشروع تطويري بيعدي بفترة دراسات وبعد كده وتصاميم وبعد كده عملية التنفيذ عن طريق المقاولين. في المباني التراثية هو عندنا يعني thin line، لازم نتأكد أنه نلحق المبنى قبل ما يطيح، فعملية الدراسات مفروض تكون سريعة وعملية التنفيذ مفروض تتواكب، فهو بالانس بين الدراسات والتنفيذ، وهذا شيء تعلمناه مع مرور الوقت. والتحدي الثاني هو عدم وجود كفاءات من ناحية مقاولين واستشاريين وحتى موردين للمواد. هذا الكلام لما بدأنا في 2019 ما كان في يعني أتكلم أنا الاندستري حق الترميم ما كان ثري في هذيك الأيام، بس اليوم الحمد لله صار في عندنا مقاولين مؤهلين استشاريين، الاستشاريين في تحالفات مع مكاتب أجنبية عندهم السبجكت ماتر اكسبرتس، المقاولين عندهم المرممين المختصين في الفترة الحالية، وبرضو المواد التقليدية كان عندنا شح فيها اللي هي النورة الطبيعية اللي بنستخدمها في عملية البناء، وفي الياسات الأخشاب اللي بنستخدمها في العناصر الإنشائية وفي الرواشين، هذه كلها والحجر المقم ما كانت موجودة، بس اليوم الحمد لله صارت متوفرة وكثرة، والقطاع كله قطاع الترميم صار متمكن ولله الحمد. نهاية أنا أتكلم على البرنامج بشكل عام، البرنامج معني بإحياء منطقة جدة التاريخية، ومسؤول على منطقة جغرافية تقريبا مساحتها 2.5 كيلومتر مربع، وتم إعلان المخطط العام للمنطقة من سمو سيدي في 2021، وبنشتغل على عدة مسارات في عملية إعادة إحياء المنطقة. بنشتغل على تطوير البنية التحتية، بنشتغل على تطوير البنية الفوقية، المرفقات العامة، إعادة إحياء المباني التراثية،
وإعادة توظيفها لمباني، تحويلها لمكاتب، فنادق، مراكز تجارية، مواقع سكنية. بالإضافة برضو عندنا مشروع اللي هو الآثار والتنقيب، ونهاية اللي بيشتغل عليه البرنامج برضو عندنا تفعيل المنطقة وإدارة المنطقة، بحيث نجيب مستثمرين ومشغلين إن شاء الله يعني يحسنوا المنتج العام بإذن الله. جدة التاريخية هي منطقة موقع تراث عالمي، وتم تسجيله في اليونسكو في عام 2014، واعتمد التسجيل لأنه يحتوي على تراث ثقافي وتراث معماري غني وعريق، والكثير من المباني التاريخية التي هي أكثر من 600 مبنى تاريخي في المنطقة التاريخية، ويحتوي أيضا على الكثير من الساحات العامة، ويحتوي على الممرات العريقة، والكثير من المباني ذات الدلالات التاريخية مثل الواجهة البحرية القديمة، والتي يحرص البرنامج على إعادة وتطوير الواجهة البحرية عن طريق إعادة البحر إلى جدة التاريخية، وتحديدا ميناء البنطة التاريخي. جدة التاريخية تتخذ توجيهات منظمة اليونسكو وفق معايير عالمية، ويتم تحديدها بأعلى مستويات الجودة وبأيدي خبراء مختصين في مجال التراث، ويتم الترميم عن طريق بالطريقة التقليدية وأيضا بالطريقة المستخدمة قديما وبنفس المواد المستخدمة قديما. أغلب التحديات هي المحافظة على القيمة التاريخية للمبنى. في عملية الترميم لا يقتصر الموضوع فقط على الترميم والإنقاذ، إنما يقتصر على أيضا الحرص على المحافظة على الدلالات التاريخية، السمات المعمارية والمكونات الجمالية التي تحكي قصة كل منزل وبيت تاريخي. تم وضع خطة التدعيم والإنقاذ بموجب المواثيق الدولية لليونسكو. تم الانتهاء من تدعيم وإنقاذ 56 مبنى وانتقال للمرحلة الثانية من الأعمال. طبعا الآلية المتبعة في تدعيم وإنقاذ المباني التاريخية في جدة التاريخية، حسب الآلية المتبعة في برنامج جدة التاريخية، يقوم فريق الدعم والإنقاذ من برنامج جدة التاريخية بالكشف عن المباني، وذلك بعمل جولات ميدانية واستخدام تقنيات حديثة للكشف ومعرفة المباني الخطرة. طبعا أكثر المظاهر التي تشكل خطورة على المباني: انبعاجات في الواجهة، تلف في الجدران الحاملة، تشققات في الواجهة. ويمكن تحديد نسب خطورة تلك المباني بناء النزول عن المباني على الطبيعة ومن قبل فريق متخصص وبسواعد وطنية. طبعا الإجراءات التي يتم اتخاذها: أول ما يتم معرفة المباني الخطرة، أول شيء تأمين الموقع بسور حماية حفاظا للمارة والجوار. بعد كذا يتم تدخل تدعيم والإنقاذ العاجل وتأمين الموقع وإنقاذ وإصلاح المشاكل الإنشائية الحرجة ولتأمين الموقع الفريق عمل الدراسات. وبعد ذلك يدخل فريق الدراسات لتوثيق المبنى وعمل الدراسات الفنية اللازمة، وبعد ذلك يتم استكمال أعمال الدعم والإنقاذ بموجب المواثيق الدولية لليونسكو.